بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أنه حزب العدالة والتنمية نجح في انتخابات ساحقة في تركيا، وأرجو إن من الله أن الرسالة اللي أنا بعتها إلى الفانز بتاعيني 200,000 أحضهم على أساس أنه يعملوا أي شيء للاتصال بأي إنسان من في داخل تركيا حتى يصوتوا هذا الحزب العظيم، والحمد لله. المهم يعني ليس هذا القصد، أعرف كم صوتوا، مين اللي بعث رسائل وشي، ولكن المهم الإنسان يعمل في الموقع اللي هو موجود فيه، والحمد لله. شيء آخر، واحد أرسل لي خطبة في يوم جمعة بحضور الملك عبد الله الثاني اللي هو ملك الأردن. طبعا لا شك أنه الخطيب جريء جدا، وهو يمشي على حسب ما قال الرسول عليه السلام، أن أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. طبعا قد يقول هو ليس جائر، ولكن تقريبا يعني. ولكن المصيبة بتاعتنا أنه إيش، ما هي قضية الجرأة؟ ما هي القضية؟ قضية أنه الفساد، يعني بيقول لك أنه واحد ببيع في بسطة مشان شوية بقدونس، بيجي الشرطة بتكسر له أغراضه. أما واحد مثلا ببيع مخدرات ما بيعملوا شيء. يا جماعة ابعدوا عن الأشياء الفردية. الآن أصبح قضية أنه حاكم فلان ولا بايعوه ما بايعوه، كلام فاضي هذا فارغ. في عندك هناك مؤسسات، في عندك نظم. هل هناك انتخاب برلماني حر يتكلم الإنسان يعبر عن آراء الشعب؟ هل هناك برلمان يوقف الحاكم عن حده؟ ما هي قضية والله بايعنا وفلان وعلان؟ شو انتهى هذا الأيام؟ الأيام هاي مؤسسات، والمؤسسة هي التي تقرر ما هذا الشيء، والمؤسسة يجب أن تكون تابعة إلى البرلمان. البرلمان يعني هو اللي يحكم سواء هاي أو هاي. أما إنه لا تزالوا إنه تقولوا إنه والله فلان القائد الشعب وشيء، هذا انتهى. قضية القائد وقضية إنه معالي وعطوفة وحضرت وشيء، شو هذا؟ يعني عندهم العقلية تماما عقلية بلادنا هيك. ما في، لازم السقف يكون مرتفع جدا. السقف يجب أن يكون حرية، انتخابات حرة ونزيهة، وفي حالة الأردن أن تكون هناك ملكية دستورية كما هي الحال في بريطانيا فقط، ما في شيء ثاني. أنا طبعا من ناحية شخصية أنا أحترم الملك عبد الله، وفي عنده نظرات وشيء، لكن هناك في معاهدات وادي عربة مثلا، معاهدة أنا بعتبرها معاهدة ظالمة هاي، ووجود السفارة الإسرائيلية في الأردن اللي تتآمر على الشعب وتتآمر على كل شيء اسمه فلسطيني، وهذه الدولة الصهيونية هي اللي تتآمر علينا هنا في داخل أمريكا ضد الإسلام وضد العروبي وضد أي شيء اسمه فلسطيني، وحتى ضد الدستور الأمريكي. فلازم إنه إيه، لازم نظرتنا دائما تكون أعلى جدا بهاي الأمور كلها. ابعدوا عن قضية والله فلان وفلان فاسد وفلان كذا، يعني شيء أنا استغربت يعني. فأنا الشخص اللي بعث لي هذا يعني استمعت له 4 دقائق تقريبا من هذا الشيخ، ممتاز اللي حابب يحكيه، بس يبعد عن قضية إنه هذا القائد فلان ولا مش عارف إيش، ولا هذا بيبي الشرطة بتيجي بتصادف بتعمل هذا الشيء ضد راحة الفقير والغني بيروح. طبعا هذا صحيح، لكن يجب أن يحاسب. كيف يحاسب؟ إيه أصلا الملك نفسه ما بقدر يحاسب، شو يحاسب؟ مين حيحاسب إذا كلهم فاسدين؟ شو بده يحاسب مين؟ معناه ما في إلا نظام، والنظام يجب أن يكون نظام انتخابي حر نزيه برلماني، والملكية يجب أن تكون ملكية دستورية كما هو الحال في بريطانيا. بس هاي اللي بقوله أنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.